أنا انولدت وعشت كل حياتي في بلعين، القرية اللي واقعة بين التلال. القرية واقعة داخل الأراضي المحتلة من الضفة الغربية. هذول هم الخمس كاميرات تعاتي، كل كاميرا مرحلة في الحياة. في مرة إجي مهندس إسرائيلي عمل كيسات عشان يبنوا جدار فاصل وسط أرضنا. هذا اليوم انكسرت كاميرا الأولى بقنبلة غاز. لما بصير إشي في القرية على طول بحس إني لازم أصور. شوفت شو بيصير فينا من ورا هذا التصوير، من ورا شغل الشغلات. شوفت حكيت انا يا ابو محمد ما فيش انتم ارض هنا جوا الجدار هون؟ لا ولا شيء. شو فيش هيك تقدر تسوي زي يا زلمه؟ هاي مكيف في بنا. انا بعرف انهم بجوز يدقوا عبابي في اي دقيقه، بس راح اضل اصور. هذا بساعدني إني أواجه الحياة وأظل عايش.